توصل الباحثون إلى أن الصليب كان يتكون من قائم ارتفاعه 4 أمتار و 8 سنتيمتر، أما العارضة بيتراوح طولها بين 2.3 و 2.6 متر. حجم صليب يسوع حوالي 178 ألف سنتيمتر مكعب، ووزنه حوالي 90 كيلوغرام تقريباً. بعد فحص نوعية الخشب وبعد فحص صليب اللص اليمين، هالقطعة اللي كانت كبيرة، فكان من السهل تحقق من نوع الخشب، وهو من الأخشاب الصنوبرية يلي بتنمى بالمناطق الباردة. وكان صليب يسوع وصليبين اللصين بنفس الصنف من الخشب، استم تجهيزه بنفس الوقت ولنفس السبب. واحد من أهم وأكبر ذخائر الصليب الحقيقي موجود بسانتو توريبيو دي لابانا بإسبانيا، وجزء أيضا كبير موجود بفيينا، وأجزاء كتير صغيرة موجودة حول العالم ومنها بقبرص. اختفت أثار الصليب يلي صلب عليه يسوع ورموه بالحفرة الكبيرة يلي كانت قريبة من جبل الجلجلة، لأن الرومان بنوا محله معبد وثني ومنعوا المسيحيين الأوائل من زيارة هالمكان وتكريم الصليب المقدس. سنة 326 ميلاديا تم اكتشاف صليب يسوع المسيح. وقت اجت القديسة هيلينة أم الإمبراطور قسطنطين الكبير إلى أورشليم للبحث عن خشبة الصليب المقدس. وقت سألت عن الأمر، أخبروها بأنه الصليب مدفون بقرب المعبد يلي أقامه الإمبراطور أدريانوس، فأمرت بحفر المكان وعثرت على المغارة، وبقلب المغارة وصلت لثلاث صلبان، ولكن ما عرفت أيه الصليب يلي هو ليسوع المسيح. اقترح البطريرك ماكاريوس بأنه ينوضع واحد من هالصلبان على جثة أحد الموتى، فوقت وضعوا الصليب الثالث عاد الميت للحياة بأعجوبة باهرة. وبعد ذلك وضعوا الصليب على امرأة مريضة فشفيت بالحال. عندئذ رفع البطريرك ماكاريوس خشبة الصليب ليشوفها جميع الحاضرين، ورفعت القديسة هيلينة الصليب المقدس على جبل الجلجلي. بنى الملك قسطنطين كنيسة القيامة بمكان اكتشاف الصليب، وانتهى العمل منها ب 14 أيلول سنة 335 ميلاديا. أمر الإمبراطور قسطنطين بتوزيع أجزاء من خشبة الصليب على الكنائس، واحتفظت كنيستي القسطنطينية وروما بقطع منه، وبقيت الخشبة الأصلية بكنيسة القيامة بالقدس. سنة 615 ميلاديا استولى كسرى الثاني ملك الفرس على القدس، وتم نهب الكنائس وأسر الألاف من المسيحيين ومنهم بطريرك زكريا، وولعوا النيران بكنيسة القيامة، ونجا جزء كبير من الصليب من النار بهمة المؤمنين. ب 14 أيلول سنة 629 قام الملك هيركل بمحاربة الفرس، واستعاد خشبة الصليب وحملها على كتفه ب 14 أيلول سنة 629 ميلاديا، ليركز عود الصليب بموضعه الأصلي على جبل الجلجلي. وهو طالع ما قدر يكفي الطريق، وطلب منه البطريرك بأنه يغير ثيابه ويلبس ثياب فقيرة ويشيل التاج عن راسه، لأنه يسوع مشي هالطريق حامل صليبه مكلل بالشوك. غير ثيابه الملك وشيل التاج عن راسه ومشي حافي هالطريق لقدر وصل على الجلجلة. ومن ذلك الوقت تحتفل الكنيسة ب 14 أيلول من كل سنة بعيد اكتشاف الصليب واسترجاع الصليب المقدس. واليوم بيصعد أسقف أورشليم ب 14 أيلول حامل الصليب، وهناك تقليد متوارث بقسم من البلدين بإشعال النار، مما بيشير إلى أنه القديسة هيلينة وقت اكتشفت صليب يسوع أشعلت النار لإعطاء علامة للناس. هالصليب اللي تحول مع الرب يسوع من خشبة العار إلى خشبة خلاص البشرية.